ألغت تركيا منحة التأشيرة الإلكترونية للجزائريين، وهو ما يعني العودة بالعمل بنظام التأشيرة التقليدي. وشمل الإجراء الجديد حسب ما أعلنته الخطوط الجوية التركية تأشيرة C1، والتي تخص من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. وقال بيان للخطوط الجوية التركية إنه تم إلغاء العمل بالتأشيرة الإلكترونية من صنف C1 بداية من الفاتح أكتوبر. ومعروف أن هذا النوع من التأشيرة موجه للسياح ورجال الأعمال، ويتم التحصل عليه عبر الإنترنت باستعمال جواز السفر وصورة شمسية. واستثنى الإجراء الجديد للسلطات التركية صنف تأشيرة B1، وهي تلك الخاصة بالأشخاص أقل من 18 سنة وأكثر من 35 سنة.